الفرق بين الدولة واللا دولة هو الفرق بين النور والظلام، بين الخراب والبناء، بين وحشية انتهاك قدسية الأديان وبين احترامها واحترام أهلها، بين من يدمر حضارة الأمم ومن يحفظها علماً وفناً وتراثاً، بين من يرى مصر ولاية ومن يراها أمة في مصاف الأمم، بين من يدعو للخراب ومن يدعم حق البشر في الحياة. فالصراع لن ولم يكن صراعاً من أجل رفعة وطن، وإنما هو صراع من أجل مصالح أشخاص تنعموا في خير هذا الوطن وتعاونوا مع مؤسساته، ثم أرادوا انهياراً لدولة أصبحوا لا يعيشون فيها. فشتان بين من وقفوا يحمون هذا الوطن يكونوا له درعاً وسيفاً، وبين من توقف نضالهم عند أحرف غير مسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن الماضي الذي عانى منه المصريين ليس ببعيد، والصورة ليست ببعيدة إلى حد النسيان، فالبيوت لا زالت تذكر فقدان الأمن، والكباري والميادين التي اعتلاها الإرهابيون لا زالت تذكر أعلام داعش والقاعدة وتهديدات للشعب في مكبرات الصوت، وميدان رابعة يذكر من ادعوا أن جبريل نزل هنا. لا زال أكتوبر الذي يذكرنا بانتصارنا على العدو يذكرنا بمن قتلوا الرئيس السادات وبمن دعاهم للاحتفال. لا زال التلفزيون يذكر مناقشة أزمة سد النهضة المبثة على الهواء مباشرة، ولا زالت أرض سيناء تشهد على أنها رمال ودماء لمن حفظوا القسم وأبوا أن يهدد أمن وطنهم إرهابا. ولا زالت المنطقة بأسرها تذكر دولاً كانت منذ أقل من 10 سنوات موجودة مؤثرة، والآن أصبحت شتات. لا زالت الكنائس والمساجد والشوارع والبيوت والمرافق والمدارس تذكر، لا زال المكان والزمان يذكر، أما نحن فآفة حارتنا النسيان.